السلام عليكم، تحية طيبة متابعينا الكرام. اليوم جايب لكم أسعار الجس والبرق والحصو والرمل والسبويس والجلمود. أسعار الجس: جس النجف 450 ألف، جس سامراء 500 ألف، جس الفلوجة 520 ألف، البورق التركي الطن الواحد 122، البورق الإيراني آنية الطن 120 ألف، البورق العراقي الميزان الطن 120 ألف. هذه الأسعار بالنسبة للجوز الموضحة أمامكم. هذا بالنسبة للجوز، جوز درجة أولى، طبعا أسعارها غريبة. أما أسعار الحصو والجلمود والسبويس، الحصو المكسر 17/5، الدبل 275 ألف، والحصو المكسر 17/5 بالنسبة للتيك 175 ألف، والحصو المكسر 19/5 275 للدبل، الحصو العادي الوسط 200 ألف، والسبويس النبائي 180 ألف، جلمود الوسط 250 ألف، جلمود كبير الدبل 325. هاي الحصو والسبويس والجلمود. أما أسعار الرمل، أسعار الرمل بأنواعه: الفحص الأول مختوم الدبل 450 ألف، الفحص الثاني المختوم الدبل 400 ألف، مغسول لخيضر الدبل 250 ألف، مغسول لخيضر التاك 175 ألف، الرمل العادي الدبل 200 ألف، الرمل الأسود الدبل 160 ألف، التراب الناعم الزميج التاك 180 ألف. واضح السعر بين الرمل العادي والرمل الدرجة الأولى، مثل ما واضح الأسعار أمامكم. العادي 200 ألف، والدرجة الأولى 450 ألف. أخوتي الكرام، للحصول على بقية الأسعار أرجو الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس للحصول على تحديثات الأسعار أول بأول. أخوكم أبو رضا العبادي.